وانا اتكلمت مع حضراتكم في الامر ده في اول الحلقه امبارح، وقلت لحضراتكم صدقوني ان اللعب في كوت ديفوار ساعات يعني ثلاث بلاد، خلي بال حضراتكم ثلاث بلاد بيبقوا صعبين جدا في المناخ بتاعها، ومهما رحت لعبت هناك 100 مره. ثلاث بلاد دول اولهم اثيوبيا، تانيهم كينيا، ثالثهم ساحل العاج. الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده بناء على تجارب، الكلام ده انا قلته امبارح وبقوله تاني النهارده. اليو سيسي قال الكلام ده النهارده، المدير الفني لمنتخب السنغال قال كده، قال الاجواء واحنا مش واخدين على هذه الاجواء والكلام ده كله. وليست هذه مبررات، ولكن الانتقادات اللاذعه اللي الواحد بيشوفها يا جماعه كبيره جدا جدا. عندنا ماتش يوم الخميس، لازم كلنا نبقى في ظهر منتخبنا. طيب خلينا نروح للنجم الكبير كابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى المقاولين العرب. كابتن طارق ازيك يا كابتن؟ الو، ازيك؟ ازيك يا كابتننا، اخبارك ايه يا حبيبي؟ تمام والله الحمد لله، انت عامل ايه؟ عامل ايه؟ كله كويس؟ والله الحمد لله كابتن. اولا كابتن، طبعا كلنا عارفين وكلنا يعني عندنا يقين ان منتخبنا امبارح لم يؤدي مباراه جيده، ولكن هل حضرتك، طبعا تابعت وبتتابع انا عارف، هل حضرتك مع هذه الانتقادات اللاذعه والقويه جدا ضد لعيبه منتخبنا، ولا مع انه ننتقد ونقول ان الاداء الفني لم يكن جيد ثم نساند وندعم خلال اليومين ثلاثه اللي جايين لانه لسه البطوله بدري؟ بص يا كابتن، انا دايما دايما لما بتكلم او حتى وانا معاك دلوقتي، فاحنا هنحلل بالظبط. انا بحب قوي نحلل المباراه ونشوف الاخطاء كانت ايه، الاخطاء اللي كانت موجوده، ونحاول نعالجها المباراه اللي جايه. نعم. انما موضوع يبقى فيه يعني اوقات بيبقى فيه سخريه، اوقات بيبقى فيه تهكم، اوقات بيبقى فيه انتقادات، يعني ايه بالعكس بتيجي بنتيجه عكسيه. بالعكس انا عايز ابقى مشارك وابقى داعم قوي جدا للمنتخب وللعيبه والحراس المرمى وللجهاد، انما بدون ما يبقى فيه يعني ما احنا اكيد المباراه بيبقى لها تحليل فني، ولما بنيجي نتكلم على الاهداف بنقول واحد واثنين وثلاثه وكان الصح يتعمل كذا، بس بدون ما يبقى فيه تجريح، بدون ما يبقى فيه انتقاد ياثر على. احنا عندنا لسه احنا لو حضرتك فاكر البطوله الاخيره، اخر بطوله امام نيجيريا اتغلبنا 1-0، احنا اتغلبنا 1-0 من نيجيريا صحيح. وبعد كده احنا كسبنا الماتشين اللي بعد كده، وصلنا نهائي وقدمنا بطوله ممتازه وما كسبناش بضربات الجزاء صحيح. طبعا يعني معنى ان انت لا، انت عندك منتخب قوي زي ما كنت حضرتك بتقول دلوقتي، عندنا منتخب قوي، عندنا لعيبه كتير، لعيبه كويسه جدا ولعيبه كتير محترفه، عندنا محمد صلاح بينافس كل سنه على من افضل لعيبه في العالم. لا بالعكس، انا شايف ان احنا نبقى مساندين ونبقى داعمين للمنتخب وداعمين للعيبه بتاعتنا، وعندنا زي ما يعني عندنا لعيبه كمان يعني غير محمد صلاح، عندنا لعيبه بتلعب في دلوقتي زي النني وزي محمد مصطفى محمد وزي لعيبه كتير. اتمنى يبقى في مسانده، يبقى في تحليل فني للمباراه والاخطاء اللي حصلت في المباراه من اللعيبه والتغييرات اللي تمت وكل حاجه، بس بدون ما في انتقادات تاثر على اللي جاي. ده الاهم يعني. بالظبط، لان التحليل الفني بيقبل الكويس وبيقبل الوحش. يعني لو سالت حضرتك تحليلك الفني لمباراه غانا، انا اسف لمباراه موزمبيق، معلش انا كلنا مسيطر علينا مباراه غانا يوم الخميس، لكن تحليلك الفني لمباراه موزمبيق وهذا التعادل الغريب لمنتخب مصر. بص يا كابتن اسلام، يعني انا يعني نتيجه المباراه يعني احنا جبنا جول في اول دقيقتين في اول ثلاث دقائق. نعم. الطبيعي بعد ما تجيب هدف في فرقه في منتخب انا شايفه ما كانش يعني منتخب بيلعب كوره ومنتخب، بس منتخب سهل ان انت تقدر لو شويه اصرار وعزيمه شويه يبقى فيه رغبه في ان انا اجيب الجول الثاني. دي اهم حاجه صح. بص دي هي دي المشكله، هي ان انت ما فيش اصرار ورغبه. اللعب بدانا نلعب كوره، عارف انت بتلعب كوره بس عايز يعني بس على استحياء عايز تروح تجيب جول. لا صح، زي ما انت بدات وعايز تجيب جول في اول دقيقه وجبت جول كنت تقدر تجيب الثاني وتقدر تجيب الثالث. هي دي المشكله على فكره، دي بس هي دي المشكله اللي خلت موزمبيق جابوا جول في الشوط الثاني. خد بالك الشوط الاول كان ممكن يجيبوا جول في واحده، الراجل شاطها بشماله على شمال الشناوي في الضيقه، كان ممكن تبقى هدف، كان ممكن تبقى تعادل الشوط الاول. صح. التعادل ده ما جاش، يبقى ده جرس انذار. تجربة انذار لينا ان احنا لازم نعوض، لازم نجيب جول كمان عشان تبقى اثنين، ونجيب جول كمان تقتل المباراه تبقى ثلاثه. وخد بالك بتعمل احباط للعيبه، لعيبه الموزمبيق، انما انت عشان تدخلهم معاك المباراه وتيجي الشوط الثاني تبدا المباراه وجايبين جول وفي لحظه وجايبين الثاني، صعبت عليك انت. صح. بقيت انت اللي بتدور على التعادل لحد ما ربنا اكرمنا بضرب الجزاء وتعادلنا بيها في الاخر.
فانت اللي بتجرح تدور على التعادل. بص الكوره انا دايما بقول يا كابتن اسلام، الكوره التاريخ تتكلم فيه زي ما انت عايز قبل 90 دقيقه. هتقول يعني لما تيجي تتكلم على التاريخ بين موزمبيق ومنتخب مصر، مفيش ما ينفعش اصلا، ما في اصلا ما ينفعش تتكلم في تاريخ. صح. يعني بلد في حته وبقى يعني منتخب في مكان وزوج في مكان ثاني خالص. بس ال 90 دقيقه ما فيش فيهم تاريخ. مظبوط. 90 دقيقه داخل الملعب فيهم اداء، فيهم تركيز، فيهم اصرار، فيهم عزيمه، فيهم اخلاص، في حاجات كتير قوي. في شغل من اللعيبه، في شغل من الجهاز الفني عشان نحسم المباراه، لان المباراه دي كانت تريحنا كتير. صحيح. مع نفسنا، انما احنا كلعيبه وكمنتخب وكجهاز نقدر نكسب نقدر نكسب. الراس الاخضر بيكسب غانا 2-1 وعامل مباراه كويسه، احنا نقدر نكسب غانا، نقدر نكسب غانا طبعا. ان شاء الله باذن الله باللعيبه باصرار اللعيبه، انا متاكد ان احنا هنعمل مباراه كبيره يوم الخميس، وان شاء الله نبارك يعني نبقى نبارك لبعضنا ان شاء الله. كابتن طارق، الناس كلها لما تيجي تسال اي حد فني في مباراه امبارح بيقول لك اولا اه طبعا انا مش مصدق وكل حاجه، ولكن بيعيد الاخطاء كلها او الخطا الاكبر على روي فيتوريا، ان هو مش عايز اقول بيجامل، ولكن هو وجهه نظره مختلفه عن عدد كبير جدا جدا من اللي شايف الصح، انه يجب ان يكون هناك تغييرات في وسط الملعب، ويجب ان يكون هناك تغييرات في خط الدفاع بدايه من المباراه القادمه، يعني ما يستناش بين الشوطين ويغير، او يستنى في الشوط الثاني ويغير، لا، لازم يبدا بتشكيل مختلف عن اللي بدا فيه في المباراه اللي فاتت. بص يا كابتن، خلينا نتفق على نقطه مهمه قوي، كل اللي بيحلل بيحلل بعد النتيجه. صح. وده تحليل، وده تحليل، انا بعتبر كل الناس بتحلل بعد النتيجه دي، يبقى ده مش تحليل تماما، ده انت بتحلل بس عشان النتيجه بقت 2-2. انما احنا قلنا ان احنا كنا نقدر في نفس اللعيبه في الملعب اللي بدات المباراه تقدر تجيب الجول الثاني والثالث وتخلص المباراه، ما كانش حد هيقول ابدا ان ما كانش يبقى موجود في الملعب. ما حدش كان يقول اصل حجازي ما كانش يبقى موجود في الملعب ويبقى موجود ياسر ابراهيم، او موجود مثلا مروان مكان النني. ده كله ما كانش هيتقال. انما هي كل الناس بتتكلم ليه دلوقتي؟ عشان دي كانت 2-2. طب انت بقى عايز تقول التحليل ده قبل المباراه، تقول لا كان المفروض المنتخب يلعب، عمرك ما هتقول كده. لان التشكيل انا شايفه التشكيل كويس. التشكيل كان بادئ تشكيل كويس، وكان نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه في الشوط الاول نقدر. احنا اللي استهتلنا المباراه بعد ما جبنا جول الاول، هي دي المشكله. يعني نمره واحد بالنسبه لك في المباراه السابقه الاستهتار ده اولا، ثانيا ان مفيش روح وعزيمه. بص مش عايز اقول مفيش روح، في روح يا كابتن اسلام، بس مفيش رغبه في ان انا اجيب الثاني. يعني في روح، يعني انا مش عايز اقول ان اللعيبه ما عندهاش روح، لا في روح، بس انا الرغبه بعد ما جبنا الجول الاول خلاص، الرغبه دي قلت كتير. الرغبه دي مهمه قوي. يعني يا ريتنا ما جبنا الجول الاول مثلا. طبعا. صدقني ما كانش بقى فيه، لا الرغبه تفضل موجوده، الرغبه موجوده، وان انا العب يبقى فيه. بص الريتم بطيء قوي، الريتم بطيء من جوه الملعب، عشان انا مطمن. صح صح، عشان انا الريتم بقى في نقل كتير ملوش لازمه. اوكي. نقل بعرضي، نقل خلف للناس اللي في خط الظهر، نقل كتير، بقى في الرغبه هنا بقت معدومه. انا جيت تقول خلاص، لا يا جماعه الكوره مش كده، عايزين نغير المفهوم ده، وعايزين نغير الفكر ده للعيبه عندنا. انا بصراحه لا انا بزعل قوي لما يبقى احنا نقدر نجيب الثاني والثالث ونقتل المباراه وما بنعملش كده. ما بنشوفش الكلام ده بره. طيب. بيداس علينا لما بيجي فينا جول، لا ممكن فرقه تجيب الثاني والثالث ويداس علينا. طب ما احنا عايزين نعمل كده في المنتخبات او في الفرق. صحيح. ما نستناش بقى ان الفرقه يجي لها كوره عشوائيه تيجي جول تخش المباراه وتتعبنا كده زي ما موزمبيق تعبت. صح. كابتن طارق، برضو بعد مشاهدتنا للمباراه الاولى، هل انت لو انت المدير الفني هتبدا بنفس التشكيل اللي بدا المباراه الاولى امام موزمبيق؟ بص يا كابتن، زي ما بقول لك في تفاصيل كتير احنا ما بنعرفهاش، لان احنا مش موجودين مع البعثه في كوت ديفوار. نعم. ساعه العاج في تفاصيل كتير موجوده مع بالنسبه للجهاز، هم ادرى منا بكتير جدا جدا، مملكتنا احنا بره. صح صح. انما طبعا في تفاصيل كتير بيبقى اللي عارفها دايما الراجل اللي موجود جوه. ولكن هناك اجماع يا كابتن طارق، يعني انا دايما حتى بقول هذه الكلمه، ان يا جماعه المدير الفني هو الاقرب للعيبه وهو اللي شايف، وحضرتك دايما بتقول هذا الكلام، ولكن في النهايه هناك اجماع على امر. يعني انا حتى لما قلت لك بشكل عام، انت قلت لي انت خصصت، انت قلت لي كذا وكذا لازم يبقوا، ما كناش هنقول ان هم ما يلعبوش. مروان وياسر. بنتكلم على مروان وياسر، لكن ده هناك اجماع في هذا الامر الان يا كابتن طارق من كل الجمهور المصري، مش بتكلم على خبراء معينين. يعني
بص في النهايه زي ما بقول لك ياسر ابراهيم قدم اداء ممتاز مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، اداء رائع. وانا اسف يا كابتن طارق معلش لازم اقول النقطه دي، ان احنا مش بنقول ياسر ومروان عشان احنا في قناه لا الاهلي. لا والله والله يا كابتن معلش لازم اقول كده كل شويه معلش انا اسف بالله. انا وانا بتكلم انا ولا شايف اهلي ولا شايف زمالك ولا انا شايف انتماء واحد بس، انتماء منتخب مصر بلدي منتخب صح والله. ما ولا كان في دماغي خالص وانا بتكلم نهائي ان انا بنتمي للنادي، فقلت الاثنين دول بالذات عشان الناس كتير قوي قوي اتكلمت على على صح نني واتكلمت على على حجازي. طب اذا كان هناك اجماع في هذه، خلينا نتكلم عن نني وحجازي، اذا كان هناك اجماع في هذه النقطه فهل ده يودينا ان احنا نغير كمدير فني ولا هو الاقرب برضه؟ هو الاقرب. بص اوكي، بص اللي اشتغل في الكوره واللي اشتغل في التدريب شاف كتير صح، بيبقى دايما بص بيبقى دايما يعني يقول لا في مدير فني مسؤول، في مدير فني موجود، هو اللي هو الادرى بالتفاصيل، هو الادرى هو اللي عنده الكواليس كلها. فانا من بره ببقى داعم قوي للجهاز الفني، وحتى لو في بعض الامور اللي بنتكلم بيبقى في تحليل فني للاخطاء اللي تمت اثناء المباراه. اوكي، انما في النهايه طبعا بيبقى له كل الحق ان هو يختار تشكيله، يختار لعيبته اللي جوه ال 18، يختار التغييرات بتاعته، لان هو في الاخر هو اللي بيتحدد. صح، موضوع انه يجامل يا كابتن اسلام ما اعتقدش ان مدير فني اجنبي غريبه جدا، ما هو برضه كلام غريب. يعني انا مدير فني هجامل لعيبه على حساب مين؟ على حساب نفسي يعني. بالنسبه لي كلام غريب. انا حتى انا مش مصري، ده مدرب اجنبي جاي ومدرب كبير واسم كبير. صحيح، موضوع ان انا جامل دي يا كابتن اسلام لا، ده ناس بتهرج يعني، الكلام ده غير صحيح، والكلام ده ما اعتقدش ان في حد عاقل يقول ان الراجل ده ممكن يجامل. مظبوط مظبوط، او عشان منتخب مصر هو شايف ان هو المجموعه دي هي الاقرب، حتى لو على سبيل الثقه يا كابتن طارق، ويمكن انت ادرى مني في هذا الكلام لانه انت عاصرت مدربين كتير سواء في النادي الاهلي او بره النادي الاهلي، فساعات المدرب بيبقى انا كنت موجود في اول مباراه في ريتريت البطوله اللي فاتت لما الحظر جاله كورونا. وحضرت شويه كده مع كيروش المباراه نشيل الاختبار. وشفت قد ايه يعني احترافيه في التعامل مع الاجانب. انا اشتغلت كتير في النادي الاهلي مع اجانب، وحتى لما سافرنا الاسبوع اللي انا سافرته او قعدت اسبوع في كانت البطوله في الكاميرون. فشفنا قد ايه الاجانب دول يا كابتن اسلام ما بيعرفوش، فاش تهريج يعني، ما فيش انتماءات ليهم خالص. صح، الاجنبي ده اجنبي عايز ينجح، هو ما بيحبش غير نفسه بس، عايز ينجح، فينجح بقى باسلام، ينجح بالكابتن اسلام، ينجح بالكابتن تيم، بصاد بعين في النهايه وعايز ينجح. صح بس احنا بنشوفه دايما من الاجانب، وفي النادي الاهلي اشتغلنا مع اجانب كتير. صحيح الكلام، فهو عمره لن ينظر ابدا الى اسماء اللاعبين، ولكن سينظر لاسمه هو قبل اي شيء. يعني مش هقول لك كمان مثلا ان هو بينتمي لمصر ولا لا، لا لا طبعا، احنا رجل عايز يشوف شغله بشكل احترافي. وبالتالي لو حبينا نروح للشناوي بقى في هذه المباراه كابتن طارق، شايفه ازاي؟ محمد الشناوي طبعا. بص يعني انا برضو الهدفين اللي دخلوا في الشناوي يعني هدفين برضو، يعني مش معنى هو الشناوي بيشيل الصعب دايما. صحيح، حاجات صعبه قوي، بيوسع الفارق دايما مع المنتخب او مع النادي الاهلي. وشفنا ماتشات كتير قوي اكل الشناوي عامل الكلام ده، بس مش عايزين لما الراجل لما يدخل في جول انفراد ما ينفعش يعني بصراحه برضو الواحد بيشوف حاجات غريبه جدا يا كابتن. الراجل داخل من وسط اثنين عدى من وسط اثنين وخد الكره ودخل وانفرد بالشناوي وحطها يعني ركنها على يعني بهدوء، ففجأة يعني يبقى في لوم للشناوي. الشناوي طبعا بيصنع الفرق وبيصد حاجات صعبه، بس لما بيصد حاجات صعبه دي ما ينفعش ان انا الومه يعني. صح، فاهمني يا كابتن اسلام؟ يعني انا فاهم وجهه نظرك طبعا. فالهدفين طبعا يعني لما بتتكلم طبعا بنتكلم في نسب، دايما بنتكلم في نسب. طب لو كان عمل واحد واثنين وثلاثه كان ممكن يشيل، ممكن يشيل، انما جون الهدفين يبقى خطأين من الشناوي، لا يعني ان انا الوم الشناوي في الهدفين ويسال عنهم مسؤوليه كامله، لا. انما بالمسؤوليه دايما يا كابتن اسلام بتبقى 100%. طب تتوزع ازاي بقى؟ تتوزع بنسب. صحيح، تتوزع بنسب. فالنسب هنا يعني الهدف الاول للشناوي متمركز كويس، ممكن يكون في بقى سن البطء في التعامل مع الكوره، في سواء في الاستجابه الذهنيه او في الاداء الحركي كان في سن البطء شويه، انما ما اقدرش الومه في الهدف. هدف الراجل حطها بدماغه وراحه قويه وخلي بالك الكوره جايه جامده، الاوفر جاي جامد. الاوفر ملعوب جامد، عشان كده لما جت في دماغه راحت جامده. يعني الاوفر لما يبقى جاي جامد انت مجرد بتوجه بس دماغك بتروح طلقه. صح، فهتكون راحه جامده. صح، يعني زي ما قلت لك الشناوي متمركز كويس يعني اتعامل معاها، وكان في سن البطء شويه في الاستجابه الذهنيه، وده طبعا لها علاقه بالجهاز العصبي ثم طبعا الجهاز العضلي، الاداء الحركي في بطء شويه، انما ما اقدرش اشوفه في الهدف ده ولا الهدف الثاني.
راجل راح انفراد ما وصلش ما كملش للشناوي، الراجل ركنها من بعيد. ركنها من بعيد شويه على شمال الشناوي، الشناوي ممكن يبقى مال شويه ممكن يحطها له على يمينه، انما في النهايه ما اقدرش الوم الشناوي في الـ في الـ في, الـ في الهدفين يعني. انما لما بنحلل فني لازم نتكلم، يبقى انا اتكلم فني واتكلم بما يرضي الله، ويبقى انا عندي مصداقيه مع الناس، لان انا وانا بتكلم الكلام اللي بقوله ده هقوله على الشناوي، هقوله على اي حارس مرمى واقف، هقوله حتى لو حارس مرمى طبعا طبعا. وخلي بالك ما انت قلت برضو ان هو او شال واحده كويسه جدا، شال واحده في الشوط الاولاني طبعا. واحده في الشوط الاولاني ممكن تبقى هدف، فالتحليل الفني ملوش علاقه تماما بال انما انا بقول لك ان الثاني الشناوي ان انا احمله الهدفين لا، صعب جدا يتحمل الهدفين يعني. انما في نسب بتتوزع على كل الناس اللي موجوده من اول بقى ال 11 لعيب يعني. لما بنيجي نوزع النسب طبعا بيبقى فيه النسب طبعا في النهايه الجول بيخش في حارس المرمى، بيبقى هو في اخر واحد واقف في المرمى خلاص، صحيح النسبه تبقى اعلى شويه. بس برضه الشناوي لما بيشيل حاجات صعبه زي ما بياخد دي بياخد دي، فالشناوي دايما بسمع فارق مع المنتخب ومع النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله في الماتشين اللي جايين برضه المنتخب ان شاء الله يؤدي ونكسب وان شاء الله نكمل البطوله بشكل كويس ان شاء الله. طيب كابتن طارق لغايه دلوقتي شايف الحراس في البطوله ازاي؟ يعني في المباريات اللي اتلعبت. بص احنا بص يا كابتن اسلام لسه البطوله طبعا يعني ما بينتش طبعا كل الحراس، عندنا حراس كبار جدا جدا وهم عاملين انجازات. ونانا مع كاميرون كان لسه ما لعبش، هو لسه كان بيلعب هو لسه وصل امبارح اصله ما لعبش لسه، بقول لك على الحراس الممتازين يعني في البطوله. بيلعب مع توتنهام. عندنا طبعا عندنا حارس مرمى ياسين بونو المغرب واخد رابع عالم، عندنا ادوارد مندي مع السنغال، عندنا حراس كتير، عندنا ريتشارد، عندنا حراس كتير جدا جدا موجودين. هيبقى في منافسه، ريتشارد بتاع غانا هنلعبه الماتش الجاي ان شاء الله باذن الله. عندنا حراس كتير موجودين في البطوله، انما لحد دلوقتي ما نقدرش نقول في علي كيتا ما تقدرش تحكم. لا لسه ما نقدرش نقول من اللي هيبقى يعني، انما في النهايه هيبقى الشناوي مع اونانا مع ادوارد مندي مع حارس الخمسه سته اللي دايما اللي بيدور عليهم الكلام الخطابات الكبيره هم طبعا اللي هيبقوا دايما في الصوره يعني. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للشناوي في اللي جاي ان شاء الله. في كوت ديفوار طبعا يحف وانا ده حارس كويس، طيب حارس عنده قدرات يعني. انا بشكرك جدا يا كابتن طارق على كل هذه المعلومات، النجم الكبير كابتن طارق سليمان مدرب حراس مرمى نادي المقاولين العرب، شكرا جزيلا كابتن طارق. طيب ومن كابتن طارق سليمان نروح لاحد النجوم الكبار ايضا في عالم التدريب وفي عالم كره القدم المصريه والنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن احمد كشري. كشري ازيك يا حبيبي؟ حبيبي يا كابتن اسلام، حبيبي اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. نجم الحمد لله ربنا يخليك يا حبيبي. لسه كنت بتكلم مع كابتن طارق سليمان عن هذا الامر، اولا رؤيتك الفنيه وتحليلك الفني لمباراه موزمبيق وكيفيه الاستعداد لمباراه غانا ده اولا، وثانيا هل المدير الفني